مساعدين رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل مكملين. غلس انا غلست عليك انا شويه فخليتك بردان مثلا من كتر الغلاسه. طيب في الفقره دي هسالك اسئله سريعه جدا وهتجاوب عليا من اللعيبه المحليه. يفضل من اللعيبه المحليه مين صاحب اقوى تسديد؟ سليه. مين اكتر لعيب شايف ان دمه خفيف بيضحكك؟ طب مين من اللعيبة عصبي جدا وممكن يتصرف تصرف جنوني لما بيتعصب؟ ناصف. عمل ايه؟ لا ما تقوليش عمل ايه، قولي ما بيعملش ايه. ناصف لو بنلعب 4-2 ممكن يتخانق معانا كلنا. لا لا صعب، ناصف صعب يعني، ناصف صعب جدا. طيب مين بيسمع اغاني بصوت عالي في اوضه اللبس؟ كان رؤى ودلوقتي في الفرقه عندنا السيسي، عمرو السيسي. مين اسرع واحد في الملعب؟ في الفرقة عندنا؟ لا مش شرط بقى يعني، هنقول لعيبة محلية عامة. سألتك على قط اللبس دي عشان انت اللعيب دلوقتي في الفريق. أسرع واحد، أسرع لعيبة في مصر ممكن هينستروزا الوينج بتاع المقاولين، أسرع لعيبة اللي في الدوري. أحسن حارس مرمى؟ محمد الشناوي وأبو جبل. هنختار واحد. محمد الشناوي. في الفقرة دي معانا 3 كروت، كارت اصفر بتدي انذار لمين في الوسط الرياضي؟ يعني ممكن الصحفيين اللي بيكتبوا اخبار بيتحروا الدقه بس عنها شويه، او ما يبقاش لصالح حد معين، لان في ناس محترمين جدا وفي ناس موثوقين جدا وفي ناس ثانيه بتكتب اي حاجه، فده بالنسبه لنا بيبقى رخم يعني. كارت احمر بتطرد ظاهره ايه من الملاعب؟ العنصريه طبعا بالنسبه لنا يعني حاجة صعبة، ومن أهم الأشياء اللي لازم تبقاش موجودة في الكرة أصلا، في أي رياضة عامة مش في الكرة بس. كارت أخضر بتدعم إيه في الرياضة بشكل عام وحاجة نفسك تحققها مع الرياضة برضه؟ يعني بدعم دايما إن يعني اللعيبة اللي في الملعب تبقى بالذات تبقى الروح كويسة بينهم، لأن في الأول في الآخر هي رياضة، ففي اوقات بيحصل مشادات وحاجات تبقى صعبه جدا ما بتبقاش ليها لازمه. انا بدعم دايما الروح الرياضيه، ان في الاول وفي الاخر هي مباراه وماتش، انت هتكسب او هتكسب النهارده هتخسر بكره، فالموضوع ما يتاخدش اكبر من كده. يمكن ده بنشوفه بره بطريقه محترمه جدا وطريقه كبيره جدا، اتمنى ان احنا نتعلم من الحاجات اللي موجوده بره دي تبقى موجوده هنا. اتمنى طبعا ان شاء الله، انا عندي طموح ان شاء الله ان انا ابقى يعني في مكانة كويسة، أعمل لنفسي تاريخ، أعمل لنفسي اسم كويس، فأتمنى إن شاء الله إن ربنا يوفقني إن أنا أحقق أهدافي، إن أنا زي ما قلت لك أبقى ليا اسم وتاريخ والناس تفتكر إن كان في حارس مرمى اسمه محمد بسام عمل تاريخ واسم كبير. بتمنى لك كل التوفيق.